السلام عليكم ورحمة الله. بعد تدخل الحموشي على خط قضية الحادث المروع للشاب عثمان بالدار البيضاء، وبعدما كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ رسمي أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المرتبطة بالحادث المروري الذي أودى بحياة سائق دراجة نارية وإصابة فتاتين كانتا برفقته، وكذا تحديد مدى علاقة هذا الحادث بتدخل أمني بشره أحد عناصر شرطة السير والجولان. فقد تم إيداع الشرطي هذا المساء إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء كما ترون في هذا الفيديو. فهذا هو الشرطي الذي كان السبب في وفاة الشاب عثمان رحمة الله عليه الذي ألم جميع المغاربة. مباشرة على قناة شوف تيفي مشاهدين الكرام لحظة وصول الشرطي الدراجي إلى سجن عكاشة في هذه الأثناء تحت حراسة أمنية جد مشددة. الشرطي يتورط في حادثة سير مميتة التي وقعت يوم الخميس المنصرم بمدينة الدار البيضاء، واللي راح ضحيتها الشاب عثمان البالغ من العمر قيد حياته 19 سنة.